الجالية المغربية المقيمة بالخارج والتي يقام هذه السنة تحت شعار دور المغاربة المقيمين بالخارج في تنزيل نموذج تنموي جديد. يشرفني أن أرحب بكم متمنيا لكم ولجميع أفراد الجالية المغربية التابعة لوفود هذا الإقليم مقاما سعيدا بين أيديكم وذويكم. أشكركم لتلبيتكم الدعوة لهذا اللقاء التواصلي الذي تنظم عمالة إقليم الوسط احتفالا باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج في ظل الظروف التي تعرفكم إليها جراء جائحة كوفيد-19. السلام عليكم، أنا جيت اليوم لإقليم النواصر، جيت لهذا المكان اليوم العالمي للمهاجرين، جيت باش نتعرف وناخذ نصائح ومعلومات. وبالمناسبة بغيت حتى أنا ندير شي مشروع صغير ولا نشري شي سكن ولا. فجيت الحمد لله لقيت إقبال مزيان ومساعدات ويعني كل شي مزيان، كل شيء لقيته هنا، كل شيء موجود، يعني كاين مساعدات كثيره، يعني عطوني افكار، عطوني يعني معلومات واستفدت اكثر. بمناسبه اليوم العالمي للجاليه المغربيه بالخارج، انضمت عماله اقليم النواصر اليوم التواصلي مع الجاليه المغربيه، والهدف منه هو توضيح ما تم انجازه لهذه الجاليه لتوفير مناخ ملائم للاستثمار. دونك قدمنا لهم ان مجموعه من الاجراءات اللي قامت بها الدوله، خصوصا منذ دخول حيز تنفيذ قانون 47/18 الخاص باصلاح المراكز الجهويه للاستثمار واحداث لجان جهويه موحده للاستثمار. فكما كتعرفوا فالجالية المغربية عندها واحد الدور كبير في الانتاج المحلي الخام، فهي كتساهم واحد 7% تقريبا 6% من الناتج المحلي الاجمالي، وكتقوم بواحد تحويلات مهمة بخصوص العملة الصعبة. وفي اطار هذا النموذج التنموي الجديد، فهذه الجالية غادي تقوم بواحد الدور كبير في 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 النمو الاقتصادي للبلاد عن طريق دونك نقل الكفاءات والتجارب والخبرات ديال هذه الجاليه للمغرب. اهم النقاط هو اولا ما تم القيام به عن طريق تبسيط المساطر الاداريه والاجراءات، كذلك فرص الاستثمار بالجهه، دونك جميع القطاعات اللي كتعرف واحد النوع من 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 الحركيه، وكذلك ما يقوم به المركز الجهوي كذلك في مواكبه المقاولات عن طريق خلق مجموعه من البرامج لمواكبه هاد المقاولين والمقاولات ديال الجاليه المقيمه بالخارج لانجاح مشاريعهم بجهه الدار البيضاء سطات. احتفالا باليوم الوطني للجالية المغربية المقيمة بالخارج الذي يستضيف 10 غشت من كل سنة، نظمت عمالة إقليم النواصر يوما تواصليا تحت شعار دور المغاربة المقيمين بالخارج في تنزيل نموذج التنموي الجديد. تم إلقاء كلمة السيد العامل بالمناسبة مبينا اسم أفراد الجالية في أوراش التنمية والاستثمار، تجسيدا للرعاية الملكية السامية ومناسبة للتواصل مع أفراد الجالية. وقد تم طرح مجموعة من الاقتراحات والتساؤلات تمت الإجابة عنها من طرف ممثلي المصالح الخارجية. وفي ختام هذا اليوم التواصلي عبرت الجالية المغربية عن ارتياح ديالها للتواصل ديالها مع مختلف المصالح اللي حضرت بالمناسبة.